نروح لمدريد وخلاص بقى الموضوع هناك واضح بخصوص مارسيلو قائد الريال وأسطورة الباك الشمال هناك. واضح كده انه مارسيلو خلاص بيقضي آخر أيامه في الريال، وده اللي كان واضح جدا امبارح في مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. طبعا لعيبة ريال مدريد امبارح اصطفوا لتحية مارسيلو ووداع، وخاصة ان دي آخر مباراة للريال في الموسم طبعا في سانتياغو برنابيو. جماهير ريال مدريد قدمت تحية أسطورية لمارسيلو، واللي بدلهم كمان التحية بشكل عاطفي جدا ومؤثر جدا. صحيفة ماركا الأسبانية قالت إن هي دي المباراة الأخيرة لمارسيلو وزميله فرانشيسكو أسكو في برنابيو، طبعا ده غير نهائي دوري الأبطال يوم 28 واللي ممكن نشوفهم موجودين في السكواد الخاص بالمباراة.